كانت الفكرة أن نعمل مطعم سلطان سراي التركي لشغفي بالأكل التركي وحبي للأكل التركي، وحبينا نقدم فكرة جديدة للمجتمع ونشوفهم، والحمد لله رب العالمين كانت الفكرة ناجحة، ورح نحكيكم عنها بالتفصيل. بداية تأسيس المطعم أنه الفكرة كانت كورنيش بحر على الملعب يتطور الفترة الأخيرة، وجيت أنا شفتها للموقع وعجبت فيه بشكل كتير كبير. تمام. وحققت الفكرة اللي هي أنا حابب أعمل مطعم تركي مميز على شط البحر بكورنيش عجمان، وعلى هذا الأساس اشتغلنا ورحنا جبنا الفكرة الأطباق التركية المميزة والشيفات الأتراك المميزين، والمواد كلها عم نشتغلها مواد أساسية تركية، مما حقق الجودة في النجاح في تقديم هذه الأطباق. عدد الموظفين عادة عم بتراوح ما بين 55 60 65 حسب فترة العطور وإجازة العطور وانتهاء العطور. طبعا الموظفين من الدرجات من الشفات الكبار اللي هم مسؤولين عن الأطباق الرئيسية، وفي لهم مساعدين، وبعدين بالصالة في عندك الكباتن والمدير والويترية وجماعة النظافة، والمطعم الحمد لله ستاف كله متدرب وكله عنده الخبرة الكاملة، واللي ما عنده الخبرة عم نعمل له تدريب والتريننج عم يكون في نجاح. نحن جتنا كثير عروض من كافة الإمارات، بس نحن بنحب انه بعد مطعمنا هلا صار السنة الرابعة، بنحب نخطي خطوات ثابتة ونطلع خطوة خطوة في إنجاز هذا العمل. قريبا جدا ليس بعيد راح يكون في عنا فروع كثير، راح نبلش بالانتشار اكيد بالامارات ان شاء الله بعون الله تعالى. بعيد قصه النجاح اللي عملناها الحمد لله زباينا صاروا كثير معجبين وحبين طريقه العمل تبعتنا، لانه شعارنا الاساسي هو النظافه، رقم اثنين هي المواد المستخدمه، رقم ثلاثه الشفافه وطريقه الاداء والتحضير، رقم 4 البريزنتيشن وطريقة التقديم، رقم 5 خدمة الزبائن والحرص على راحتهم. هلا صرنا 4 سنين فاتحين المطعم والحمد لله رب العالمين النتائج جيدة جدا أكثر مما نحن نتوقع. هذا أمر واضح، الإمارات ليست بس موضوع الأمن والأمان فيها على مستوى الإمارات أو على مستوى الخليج أو على مستوى منطقة الشرق الأوسط. الإمارات تنعم بهذه السمعة، تنعم بهذا الأمن والأمان على مستوى العالم وليس على مستوى المنطقة، والاستثمار في هذه الإمارات بالذات مضمون وناجح، والحمد لله خطوات ملموسة لكل إنسان جاي جاد ليعمل عمل وشغل حقيقي. الله يرحم الشيوخ اللي أسسوا هالدولة، الشيخ زايد والشيخ مكتوم، وكافة الشيوخ اللي تقل رحمة الله، والشيوخ الحاضرين اللي قائمين على إدارة هذه البلاد، يعني ما فينا نحكي عنه أحسن من هيك ما رؤي في الدنيا. موقع الحمد لله وفضل من الله أنه أعتقد أنه من المواقع جدا مميزة للإمارات، كون مطعمنا على البحر بشكل مباشر، الزبائن تيجي لهون بترتاح بالقعدة، والبحر بتعرف بيهدي الأعصاب، القعدة لطيفة، القعدة جميلة، الحمد لله في عنا زبائن بيجوا من الصبح على الفطور والغداء والعشاء، الحمد لله عنا إشغال كامل بكافة وقت من الصبح لغاية الليل. الموقع جيد، الموقع مميز، وبإمكانه الزبون يجي يجرب، يجرب مرة واحدة وبس بكافي. مطعمنا كونه سلطان سراي التركي، وشيفاتنا أتراك، موادنا تركية، فأطباقنا كلها تركية، مع بعض اللمسات اللي حطينا ايدنا فيها وعطيناها شوية تعديلات فيما يتناسب مع أهل المنطقة وجو المنطقة، لأن الأكل التركي حار زيادة، إحنا خففنا الحار، مدهن زيادة، إحنا خففنا الدهن فيما يتناسب مع طبيعة جو ومناخ هال. في شيء نحن نستورده، في شيء كثير شركات تركيه عندها مواد اوليه صارت تقدم لك هالشيء هذا بشكل كثير جيد وطريقه عمليه. اهلا وسهلا، محل محلكم، المطعم مطعمكم، تفضلوا شو بدكم. اهلا وسهلا ونرحب بكل المشاهدين، نتمنى لكم كل خير.